أهلا بكم مشاهدي الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. هل ستنجح التظاهرات الإيرانية في تغيير معادلات المنطقة؟ التظاهرات الإيرانية التي انطلقت هذه، هل ستغير مسار الأحداث في المنطقة؟ هذه التظاهرات انطلقت بدايتها كما هو معلوم اعتراضا على سياسات النظام الإيراني في التدخل في دول المنطقة التي زادت من معاناة المواطن الإيراني في الفقر والبطالة والإهمال. إلى أي مدى متوقع أن تؤثر هذه التظاهرات في المعادلة الإقليمية؟ وكيف سيتعامل الغرب مع هذه التظاهرات الإيرانية في المرحلة المقبلة؟ سنسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على التأثير الذي من الممكن أن تحدثه التظاهرات الإيرانية في معادلات المنطقة الإقليمية وما تداعياتها ومستقبلها. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي العراقي، مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله دكتور. وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ حسن هاشميان المتخصص بالشأن الإيراني، سينضم معنا لاحقا من لندن عبر الهاتف، وأيضا بالأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات الإيرانية وما مدى نجاحها في تغيير معادلات المنطقة وما تداعياتها ومستقبلها. أرحب بك مرة أخرى أستاذ نظير الكندوري، أبدأ معك. يعني هذه التظاهرات، إلى أي مدى ترى أن هذه التظاهرات ممكن أن تنجح في إحداث تغييرات ملموسة وواقعية في هذه المرحلة على المستوى الإقليمي؟ يعني الحقيقة التظاهرات التي حدثت في إيران لا يمكن التكهن بمدى نجاحها أو أنها ستتكلل بالنجاح في إسقاط النظام وتغييره، أو أنه الأمر سيبقى أنه هذا النظام ثابت ومسيطر على الدولة الإيرانية. لكن ما يمكن أن نجزم به أن هذه التظاهرات قد غيرت شيء كبير في توجهات النظام، وهذا ما سينعكس على المنطقة برمتها، أو بالأحرى سينعكس على المناطق ذات النفوذ الإيراني التي يعني إيران لديها إمكانية ونفوذ في داخل تلك الدول، نقصد بها العراق على رأسها، ثم سوريا أو اليمن أو كثير من المناطق التي يكون لإيران فيها نفوذ. يعني ما نراه أن المطالبات التي خرج فيها المتظاهرون الإيرانيون هي يعني مطالبات تخص واقع الحياة للمواطن الإيراني والعوز والفقر الذي يعيشه. هذه كلها ناتجة عن السياسات الاقتصادية الرعناء التي يقوم بها النظام الإيراني، بحيث أنه يحرم شعبه ويوفر هذه المبالغ الطائلة لدولة نفطية زاخرة بالإمكانيات وبالخيرات، إلى مغامرات عسكرية خارج الحدود في العراق، في سوريا، في اليمن، وتمويل كل هذه المنظمات الإرهابية على حساب المواطن الإيراني. المواطن الإيراني ليس غبيا، والشعب الإيراني شعب ذكي ويفهم ما هي أسباب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويعلم أن أمواله تحرق على شكل أسلحة في تلك البلدان. وطيلة الأربعين سنة من التدخل الخارجي لهذا النظام في دول الجوار لم يجني الشعب الإيراني شيئا منها، ولم ينعكس على تحسين حالته، بل بالعكس أنه الحالة من سيء إلى أسوأ، الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، لا يسمح للمواطن الإيراني أن يعبر عن يعني آراء السياسية أو آراء الثقافية، يعيش في ظل دولة ثيوقراطية تفرض عليه الإملاءات وتفرض عليه الثقافة بالقوة. لابد لهذه الحالة أن تصل إلى مرحلة حرجة يكون بعدها الانفجار. لا أقول أن هذه التظاهرات هي حتما ستتكلل في إسقاط هذا النظام، وهذا يعني احتمال وارد، ولكن هذه التظاهرات تغيير كبير في بنية النظام البوليسي اللي موجود في إيران. نعم. لأول مرة نعم. الآن انتقادات واضحة لقمة هذا النظام ولكل يعني أجهزة القمعية. سأعود إليك، أرحب بك سيد حسن هاشميان المتخصص بالشأن الإيراني. سيد حسن، يعني
لطالما افتعلت إيران المشاكل وغذتها وصدرتها إلى خارجها إلى دول الجوار، ولكن البعض يرى بأن من مأمنها جاء ما لا تحتسبه وهو من الداخل. إلى أي مدى ترى أن هذا النظام الذي حكم إيران أكثر من 38 سنة ربما تكون هذه التظاهرات هي بداية النهاية له؟ نعم، تحية لكم ولضيوف الكرام. هذا ما نأمل فيه، أن هذه المظاهرات تصل إلى ضغوط هذا النظام وانهيار هذا النظام بشكل كامل. تعرفون أن هذا النظام الذي يعني يستخدم كل وسائل الباطشة لأن حول شوارع طهران والمدن الأخرى إلى سكنات عسكرية، نزل أكثر من 800,000 جندي وموالين تابعة لهم في الشوارع في المدن المختلفة في إيران. لذلك هذا يستخدم كل طاقته حتى يحتفظ بنظامه. وهناك مظاهرات موجودة الآن مستمرة، احتجاجات مستمرة. اليوم وصلنا إلى إضرابات عامة، مثلا في مدينة مشهد رأينا أن هناك إضراب عام في سوق الذهب، أيضا في مدينة شيراز كان إضراب عام لبعض المناطق العمالية. هذه التحركات موجودة الآن في داخل إيران. الآن كل بيت إيراني هو يعني وجه معارضة لعلي خامنئي وسياسته. ولكن إسقاط هذا النظام يرجع إلى بعض السياسات وبعض الإجراءات. مثلا الإجراء الأول يرجع إلى وصول الإنترنت إلى الشعب الإيراني خارج المنظومة المتعلقة بالنظام التي هي أساسا خاضعة للمخابرات. النقطة الثانية، كيف تتعاطي الدول الأوروبية مع النظام الإيراني؟ هناك مواقف مخزية من قبل هذه الدول. مثلا السيدة موغريني دائما تقول أن نحن مستمرين ونتواصل مع النظام في موضوع قمع المظاهرات، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا النظام يقمع ويبطش بلا هوادة، يقتل المواطنين، يعتقل المواطنين. والآن الأخبار تأتي من السجون بأن هناك أشخاص داخل السجون من خلال التعذيب ماتوا. لذلك المواقف الأوروبية جدا مخزية وتعطي غطاء لهذا النظام يرتكب الجرائم ضد الشعب الإيراني. وهناك مع الأسف دعوة لمحمد جواد ظريف من بعض الدول الأوروبية ليذهب هناك ويتحدث ويتواصل ويتفاوضون، ولكن النتيجة هي أن النظام الإيراني الآن هو في قمة الغام للشعب الإيراني. إذا شهدنا هناك تحرك حقيقي مثل ما تحرك الولايات المتحدة، تحرك حقيقي في الدول الأوروبية، طبعا هذه الدول ستضغط على النظام الإيراني لأن معظم التواصل الاقتصادي. سيد حسن، يعني كما تعلمون أن هذه التظاهرات الراهنة لا قائد سياسيا لها كما العام 2009، وتختلف عن التظاهرات التي حدثت في تلك الفترة. كيف تتوقع أن يتعامل يعني النظام الإيراني مع هذه التظاهرات، لا سيما وأن العديد من المحللين يرون أن جميع الأنظمة التي تدور في فلك النظام الإيراني قد استخدمت مع المتظاهرين في بلدانها سواء في سوريا أو في العراق، يعني تعاملت مع المتظاهرين بالحديد والنار ووصفتهم بكل الأوصاف من إرهاب وما إلى ذلك؟ يعني هل الشعب الإيراني بعيد عن هذه التهديدات التي ربما يتعرض لها أو التحديات التي يتعرض لها من قبل النظام؟ نفس النمط الذي يستخدمه بشار الأسد و باقي الميليشيات الغمعية في مكانات مختلفة وشعوب المنطقة، نفس النمط ونفس الطريق ونفس الوسيلة الآن تستخدم ضد الشعب الإيراني، وهو بالأساس هذا النمط بهذا الشكل، نمط غمعي فاشي يأتي من أساس الولي الفقيه ومن مؤسسة الولي الفقيه وشكل حكم الولي الفقيه في داخل إيران وفي المنطقة. لذلك نحن لا نتوقع أن النظام الإيراني يغير في أساليبه، هذه الأساليب موجودة. ولكن الشيء المهم توسع المظاهرات، توسع رقعة المظاهرات والاحتجاجات
وإيران بلد كبير، بلد مختلف، يعني النظام الإيراني أنزل كل قواته إلى الشارع، ولكن ليس لديه قوات أخرى. مثلا في الأيام الأخيرة اضطر إلى دخول قوات من الأفغان، الشيعة الأفغان الفاطميون دخلوا من الحدود الشرقية إلى داخل إيران. هناك باصات شهدت أن تنقل من الحدود الأفغانية إلى الداخل الإيراني. أيضا هناك بعض التحركات سمعنا فيها في الجنوب ومن مدينة المحمرة وبعض الميليشيات العراقية. حسن نصر الله أيضا سيدخل على الخط، ونحن بالمناسبة أنا كنت في 2009 كنت في إيران، وخاصة كنت أمر على الإذاعة والتلفزيون، وهناك حسن نصر الله وجماعته استلموا المراكز الأمنية والاحتفاظ بالمراكز المتعلقة بالنظام الدولي الفقيه. أعتقد نفس التجربة الآن يكررها حسن نصر الله ضد الشعب الإيراني. المسألة والرهان الأساسي أولا على استمرار التواصل بين الشعب الإيراني من خلال الإنترنت، والنقطة الثانية توسيع رقعة المظاهرات والاحتجاجات، وهذا التوسيع يغطي على تحركات النظام. مثلا رأينا في الأيام الأولى النظام كان متصدع ولا يستطيع أن يركز على القضية، لأن هناك يعني أستاذ حسن، إلى أي مدى تعتقد أن هذه التظاهرات الراهنة تمتلك مقومات النجاح التي تؤهلها لتحقيق ما خرجت من أجلها؟ أولا النظام الولي الفقيه فاقد الشرعية السياسية في داخل إيران، هذه نقطة مهمة. يعني كل بيت إيراني، كل أسرة إيرانية لا تعترف بشرعية سياسة الولي الفقيه ووجود الولي الفقيه فيها، هذه نقطة أساسية. الباقي يبغى بين قوة البطش للنظام وبين قوة الشعب للتحرر. عندما هناك تدخل وسائل لصالح الشعب طبعا ستفوق على قوة النظام لبطش المظاهرات وبطش الاحتجاجات. الآن الصراع موجود بين هذين القوتين، وأنا أعتقد أن قوة الشعب الإيراني هي وسيعة، تكتيكات جديدة، هناك تحركات جديدة، مظاهرات في نقاط مختلفة، حصار المراكز الأمنية، أيضا الإضرابات العامة التي الآن تأتي، وهناك يجب تحرك دولي أيضا يعني يواكب هذه الحركة وهذه الاحتجاجات. الولايات المتحدة تحركت بشكل جيد، ولكن علينا أن نضغط على الدول الأوروبية. هناك مظاهرات واسعة الآن موجودة في الدول الأوروبية تنتقد الموقف الأوروبي تجاه نظام المولالي والتعامل معه بهذا الشكل. نحن نذكر أن السيدة موغريني كانت تنتقد حسني مبارك بكرار حول ما كان يتعامل مع المتظاهرين، ولكن لم نشهد أن الآن تدخل في نفس الخانة وتتحدث بهذا الطريقة مع النظام الإيراني، لأن لديها معاملات وتعامل اقتصادي، خاصة إيطاليا لديها عقود جدا كبيرة اقتصادية مع الجانب الإيراني. يعني هذه المواقف المخزية من أوروبا علينا أن نركز عليها وعلينا أن نغيرها، وأعتقد أن في تجميع كل هذه المقومات الشعب الإيراني يستطيع أن يصل إلى أهدافه. شكرا لك أستاذ حسن هاشميان المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. أرحب بالأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني. أستاذ حسن راضي مرحبا بك. يعني هذه التظاهرات الراهنة، يعني إلى أي مدى ترى أنها ستنعكس أو لها تأثير ملموس وواقعي على النفوذ الإيراني في المنطقة؟ نعم، تحياتي لحضرتك والضيوف الكرام والمشاهدين. حقيقة أنه بالتأكيد يعني هذه الاحتجاجات تأثر على النظام الإيراني، ويعني جعلت النظام الإيراني يختلف تماما عما هو عليه بعد الاحتجاجات، وستجعله يعيد النظر في العديد من سياساته إذا حقا يريد الاستمرار في الحكم. أي بمعنى أنه النظام الإيراني الآن هو مخير بين يعني الاستمرار بنهجه الداخلي وفي المنطقة، وهو يواجه السقوط. الآن هو على حافة السقوط نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة،
وفقدان شرعيته ومشروعيته، وحتى فقدان كل يعني نقاط قوته في مواجهة الشارع، وأيضا ما بين أنه يتنازل ويتراجع من العديد من سياساته في الداخل وفي الخارج من أجل الاستمرار في الحكم. وطبعا هناك اتفاق بأنه النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، لأنه نظام دموي، نظام قمعي، نظام مبني على القمع وعدم إعطاء أي مجال للآخرين للمشاركة في السلطة، ومبني أيضا على تصدير الثورة وسياسات التوسعية، حيث منصوص في الدستور الإيراني على ضرورة تصدير الثورة والسياسة التوسعية. فهذه طبعا تحديات كبيرة أمام النظام الإيراني، فهل يعيد النظر في سياساته؟ أنا أعتقد يعني سيعيد النظر في كثير من سياساته بشكل تكتيكي، ولا يتغير بشكل جوهري في التعامل مع الداخل وفي التعامل مع المنطقة. لكن هذه الهزة الكبيرة هذه يعني جعلت النظام الإيراني أن يكون على حافة السقوط، أما أن يعيد النظر في كثير من الأمور وربما يستمر بالحكم لفترة قصيرة بعد، أو سيواجه سقوطه الحتمي، لأنه لا يمكن أن المواطن في إيران أن يبقى على هذه الحالة وهو فقد كل شيء، فقد كرامته، فقد حريته، فقد يعني فرص العمل وفقد كل ما يمكن أن كل سأعود إليك أستاذ حسن، ابقى معي لو سمحت. يعني إيران كما تعلم لديها أستاذ الكثير من الميليشيات، سواء في سوريا، في العراق، في لبنان، وتقوم بعمليات الدعم المستمرة لها. هذه التظاهرات إلى أي مدى ستؤثر على زخم هذا الدعم؟ يعني أنا فقط أريد أدلل لك على أهمية هذه التظاهرات، على الرغم من أن العالم جميعا كأنظمة يحاول تحجيم هذه التظاهرات ويثبت للآخرين بأنها ليست بالتظاهرات الكبيرة وليس لها تأثير كبير. فقط واحد من التأثيرات الكبيرة، نشرت قبل يومين وكالة رويتر خبر أو مقال تحليلي تثبت فيه وتنسب الكلام إلى ضباط ومسؤولين أمنيين من داخل العراق بأن العبادي الآن يعزم على محاولة تحجيم الحشد الشعبي من خلال إنقاص يعني عدد منتسبيه، وكذلك سحب الأسلحة الثقيلة من أيديه وإرجاعها إلى الجيش. هذا يدلل على أن العبادي وبالاتفاق مع الولايات المتحدة وحتى مع التيار الصدري استغلوا هذا الوقت، وقت انشغال إيران بالداخل الإيراني، لتمرير مثل هكذا خطة. وإلا فإن الحديث، مجرد الحديث عن تحجيم للحشد الشعبي، ربما كانت ستثور ثائرة إيران بشكل كبير وربما تطيح برأس العبادي. لكنه الآن يحاول أن يستغل الانشغال الإيراني في الداخل لتمرير مثل هكذا خطة. طبعا والهدف معروف، العبادي يريد أن يجدد ولاية ثانية لرأس الوزراء، ويبقى الحشد الشعبي هو أقوى خصم له بالانتخابات المقبلة. الحشد الشعبي وكذلك حتى الميليشيات الموجودة في سوريا في لبنان كلها لديها دعم قوي من إيران. نعم، هذا الدعم هل سيبقى على نفس النحو؟ أنا قلت لك أن يعني هذا كان مثال حي وتم نشره بالصحافة. هذا أيضا التأثير سينعكس على الميليشيات المتواجدة في سوريا، وكذلك حتى على ميليشيات الحوثي. يعني تقليل الدعم لهذه الميليشيات سيغير كثيرا في التوازنات العسكرية. كيف تبعت ردود أفعال الحكومات التي يصفها البعض أنها تدور في فلك النظام الإيراني؟ طبعا في البداية كانوا في حالة صدمة، ولم يعني يبادر أي مسؤول من الحكومات التابعة لإيران بأي تصريح، ولكن بعد بضعة أيام ربما من فورة الخوف أو المصير المحتوم الذي ممكن سيلاقوه في المستقبل، خرج علينا جبر صولاخ ويهدد بأنه الحشد الشعبي على استعداد للدفاع عن نظام الولي الفقيه. ما دخل الحشد الشعبي بالدفاع عن نظام الولي الفقيه؟ طبعا الحشد الشعبي هو عبارة عن تجمع لميليشيات ذات يعني عقيدة دينية تتخذ من علي خامنئي كمرجع ديني لها، وأيضا مرجع سياسي.
فبالتالي كل هذه الميليشيات هي طوع أمر هذا الرجل. فأي تهديد لنظام الولي الفقيه هو تهديد لهذه الميليشيات، وهو يعني قادر على تحريك كل هذه الميليشيات لحماية هذا النظام. فلا تستغرب أن في القريب العاجل أن تشترك هذه الميليشيات سواء العراقية أو في سوريا أو حتى في اليمن للدفاع عن النظام الإيراني. المعيار الأساسي للتظاهرات في إيران ربما ستجعل نظام ولي الفقيه يجمع كل ميليشيات في العالم التي تدين له بالولاء ليحارب بها شعبه، يصل إلى هذا المستوى من الإجرام. وقد حدث هذا من قبل في سوريا. سوريا يعني تجمع كل مرتزقة العالم وميليشيات العالم ليقاتل بها شعبه، بحيث أنه تحول يعني البلد إلى خراب لأجل أن لا يسقط. فالناس يتعاملون بدموية. ننتقل بالسؤال للأستاذ حسن راضي. أستاذ حسن، يعني أي زلزال ربما يحصل في إيران، البعض يقول بأن له ارتدادات ستكون قوية على الدول المجاورة، وخصوصا الدول التي فيها نفوذ إيراني متزايد. من وجهة نظركم، يعني ما تأثير هذه الزلازل أو هذه التغييرات أو هذا الحراك الذي يحصل في إيران على العراق تحديدا؟ نعم، بالتأكيد طبعا إذا يعني استمرت الاحتجاجات بنفس الزخم ويعني وبنفس الطريقة التي انطلقت في الأيام الأولى ويعني وبنفس الأهداف، بالتأكيد سيكون لها نتائج كبيرة جدا على دول الجوار، وبالتحديد على الأطراف والجهات المرتبطة بالنظام الإيراني بشكل مباشر والتي لها يعني مصالح مشتركة وأهداف مشتركة. حيث نعرف جيدا أنه النظام الإيراني وجوده في المنطقة هو عبر الميليشيات، عبر دعم تلك الميليشيات وشبكات التجسس، وأيضا عبر فيلق القدس الذي هو أيضا متواجد في تلك الدول بتعاون مع الميليشيات الموجودة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وغيرها من الدول. لذلك طبعا بالتأكيد ستكون يعني ارتدادات كبيرة جدا على تلك الميليشيات وعلى النفوذ الإيراني بالمنطقة. لذلك أنا أعتقد ينبغي أنه هناك يعني مصلحة مشتركة كبيرة جدا بين الشعوب المتواجدة في إيران، والتي هي يعني انتفضت لعدة مرات، وهذه المرة أيضا انتفضت بشكل كامل ضد النظام الإيراني. مصلحة تربطها بشعوب المنطقة، شعوب العربية أيضا المتضررة من إيران بشكل كبير، يعني خاصة الشعب العراقي واليمني والسوري وغير ذلك. أنا أعتقد وأيضا حتى الأنظمة في الدول العربية هي تضررت، لأنه إيران دوره هو زعزعة أمن واستقرار وتغويض يعني الأمن. الأحوازيون يعني عانوا كثيرا من ويلات النظام الإيراني، سواء في السجون، المعتقلات، عمليات الإعدام، عمليات الإبادة. هذه التظاهرات التي تجري، كيف يعني ينتقل صداها من وإلى الأحوازيين هناك؟ يعني حقيقة الأحوازيين هم يعني انتفضوا لعدة مرات، ليس هذه المرة يعني شاركوا بالانتفاضة ضد النظام الإيراني. بالعكس يعني هناك سبقت يعني المظاهرات التي كانت في مشهد وانطلقت شرارتها قبل أسبوع أو أسبوعين، كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا في منطقة الأحواز نتيجة لمصادرة الأراضي في منطقة الجليزي. والكثير يعتقد أنه المظاهرات والاحتجاجات في إيران هي بدأت من الأحواز وليس من مشهد. لذلك هناك طبعا اعتقالات واسعة، ركز النظام الإيراني بالقمع والقتل خاصة في مناطق الشعوب غير الفارسية، وبالتحديد في الأحواز لدينا أكثر من 1000 معتقل، المئات من مدينة الفلاحية فقط، لأنه مدينة الفلاحية يعني انتفض أهلها وسيطروا على المنطقة وفرد قوات الأمن والحرس من المدينة، وبعد ذلك جاءوا مدججين بالسلاح والسيارات وغير ذلك وسيطروا على المدينة من جديد واعتقلوا المئات، وما زالت الاعتقالات والتعذيب يعني في الزنزانات وفي المعتقلات الإيرانية. لذلك يعني الشعوب أيضا استثمرت هذه الحدث وأيضا تحركت وشاركت في الاحتجاجات، وهناك يعني نوعان من التعامل النظام الإيراني مع الحدث. في البداية حاول يحتوي الحدث ويسيرها ضد تيار معين، وبالتحديد ضد تيار الرئيس الإيراني،
حسن روحاني، لكن فلتت يعني الامور من يدهم ووجهت الهتافات والشعارات ضد خامنئي وضد النظام الايراني وطالبت باسقاطه. فالنظام الايراني قمع الشعوب غير الفارسيه بقوه، يعني استخدم القوه المفرطه والعنف المفرط والاحتلالات الواسعه، وحاول في المناطق الفارسيه احتواء يعني الأزمة وتسييرها، لكن بشكل عام أنه يعني النظام الإيراني قمع تلك الاحتجاجات المظاهرات والاحتجاجات. هناك الآلاف من المعتقلين عكس ما يعني يروي عن عن يعني عكس ما يروي الإعلام عن عدد الاعتقالات، وأيضا هناك أيضا القتلى أصبحوا أكثر من 100 قتيل، واليوم أيضا تصل أخبار عن يعني في السجون اللي في المعتقلات، يعني المعتقلين يموتون تحت التعذيب. في هذه النقطة أستاذ حسن اسمح لي فقط، سأعود إليك مرة أخرى، اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ نظير كندوري. أستاذ نظير، القمع المتزايد الذي يقوم به النظام الإيراني على مدى 38 سنة والآن ازداد يعني مع هذه التظاهرات، أو من المتوقع أن يزداد، ماذا سيفعل هذا القمع المتزايد؟ يعني ما أريد أن أقوله، هذه الحالة ليست خاصة في دولة مثل إيران، إنما هي حالة عامة لكل الشعوب. عندما يزداد الضغط الأنظمة على شعوبها يصل إلى مرحلة أن تنفجر هذه الشعوب. الآن الشعب الإيراني يعني أصبح له بحدود 10 أيام خرج بمظاهرات سلمية للمطالبة بالحد الأدنى من حقوقه، لكن التعامل النظام الإيراني تعامل معهم بعنف، وبدأ يزداد وتيرة العنف وبدأت تزداد وتيرة الاعتقالات. النتيجة الحتمية لتصرف مثل هذا أن تتحول المظاهرات من تظاهرات سلمية إلى عمل مسلح ضد النظام، وهذه نتيجة طبيعية كما حدث في سوريا، كما حدث في بلدان أخرى كثيرة. يعني النظام إذا لم يستجيب لإرادة الشعب وتعامل معها بالقوة ستتحول. خامنئي يحذر من هذه النقطة، هل ترى أن إيران ربما ستكون صورة من سوريا مثلا؟ بالرغم من الدهاء الذي والخبث الذي تتميز به القيادة الإيرانية، كونها تدير الآن ملفات عديدة وفي غالبها تنجح في السيطرة وتحقيق نفوذ لها في تلك البلدان، لكن لم يكن لهذا النظام من بد إلا أن يستعمل نفس أساليب الأنظمة الدكتاتورية التي حدث فيها الربيع العربي، سواء كان في سوريا أو في مصر أو تونس أو ليبيا. الأنظمة الدكتاتورية يعني تكرر نفسها وتتخذ نفس الأساليب في معالجتها للمطالب الشرعية للشعوب. ويعني كأني أرى أن النظام الإيراني يمشي بنفس المسلسل السوري ونفس المسلسل الليبي وكذلك المصري، وربما ستكون نتيجته ليست بأفضل من يعني الذي حدث في الدول العربية. إلى أي مدى يمكن وصف ما يجري في إيران من حراك بأنه ربيع إيراني؟ يعني أنا يعني لو عرفنا ما هو الربيع، أنا برأيي الربيع ليس أنه هو الذي يستطيع أن يسقط النظام. الربيع هو إذا عرفت الشعوب حقوقها، وإذا قالت كلمة لا أمام الأنظمة الدكتاتورية، إذا حاولت أن تعبر عن إرادتها، وإذا رادت أن تأخذ حقوقها بالتظاهرات السلمية، وإذا اقتضى الأمر بالقوة. أنا أعتقد أنه هذا ربيع لذلك الشعب، وكل هذه المعايير ينطبق على الانتفاضة التي يقوم بها الشعب الإيراني، فهو ربيع إيراني سواء وصل إلى خاتمته والهدف الذي يرتجيه بإسقاط النظام أو لم يصل، فهو تحول كبير في يعني بالتعبير عن إرادة الشعب الإيراني. الآن حاجز الخوف قد خرق يعني في إيران. المطالبات التي يقوم بها الشعب الإيراني قبل أيام كانت من المحرمات وربما يذهب صاحبها في غيابة السجون. الآن الشعب كله يقول قولة كلمة لا للدكتاتور. صور الزعماء النظام الإيراني الآن تحت الأقدام وتمزق وتحرق. هذا تطور يعني تطور خطير في المنظومة الإيرانية. وربما حتى لو النظام الإيراني استطاع السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، لكن إيران قبل هذه التظاهرات
شيء مختلف عن ما بعدها التظاهرات، سيتبع النظام الإيراني بعض الإجراءات التكتيكية لامتصاص زخم هذه التظاهرات من خلال رفع الرواتب أو يعني تخفيض أسعار المحروقات لامتصاص هذا الزخم، لكن يبقى النظام الإيراني على نفس صيغته. هذا الأمر سيؤثر على دعمه للميليشيات، وحينما يؤثر على دعم الميليشيات الدول الكبرى التي قامت بإعطاء هذا الدور لإيران ستزهد بهذا النظام، لأنه لا يمثل الشيء المناط به كونه هو الشرطي على المنطقة. وعملية أن الدول الكبرى عندما تزهد بالنظام الإيراني فمن السهل أن تتخلى عنه وتساعد الشعب الإيراني في إسقاطه. أستاذ حسن راضي، من المفترض أن يكون الاتفاق النووي مع الغرب يدر على إيران أكثر من 120 مليار دولار، ولكن النظام الإيراني يعني ينفق هذه الأموال على الميليشيات في دول المنطقة وعلى تدخل بحسب ما يصف مراقبون ومحللون. يعني من وجهة نظرك، هل سيستمر النظام الإيراني في سياسته هذه أم أن هناك حلولا ربما بعد أن طرأت قضية الحراك والتظاهرات سيلجأ ربما إلى تغيير أوراق لعبه مع في التعامل والتعاطي مع هذه التظاهرات؟ يعني أعتقد من أجل أن يحتوي هذه الاحتجاجات ويخمدها ولو بشكل مؤقت يعني بالقوة أو من خلال بعض يعني السياسات، أنا أعتقد تكتيكيا النظام الإيراني سيغير يعني من سياساته في المنطقة وبالداخل بالتحديد، لكن لأنه هذا نهج النظام وهذه استراتيجية سوف لا تتغير، لأنه من يدير تلك السياسة هو خامنئي والحرس الثوري الإيراني. يعني حتى إذا كان حصر خامنئي بالتحديد، أنا أقصد من يدور تلك السياسة، لكن حصر روحاني وأي رئيس يعني معتدل أو إصلاحي إن أراد تلبية يعني مطالب الشعوب المنتفضة في إيران يعني لا يستطيع، لأنه الحرس الثوري هو الذي يدير السلطة، واليوم حسن روحاني في هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها النظام هو معزول تماما من يعني من صلاحياته. من يدير إيران ومن يدير القمع الآن بالداخل الحرس الثوري وبأوامر مباشرة من خامنئي. إذن هل خامنئي سيعيد النظر في كل تلك السياسات، وهل الحرس الثوري هو قادر أن يتحرك يعني خارج المنطقة كما كان في السابق قبل هذه الاحتجاجات؟ بالتأكيد يعني نتفق مع الضيف في الاستوديو أنه إيران وسياساتها ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق، ليس يعني تغيير يعني جوهري في سياسة إيران، لكن عجز النظام الإيراني وهذه الاحتجاجات أيضا ستدخل إيران بعجز كبير، حيث يعني الإنفاق لا يمكن لإيران أن يستمر بالإنفاق على كل ميليشياتها في المنطقة، ومن جهة أخرى يعني يريد أن يلبي جزء من يعني مطالب الشعوب. وبالتالي هناك أستاذ حسن، كما تعلم أن إيران لديها منذ عام 1979 ما تسميها الثورة أو تصدير الثورة، هل نستطيع القول بأن ما جرى من تظاهرات وحراك هو بداية النهاية لهذه القضية؟ أنا أعتقد طبعا هو بداية النهاية للنظام الإيراني، يعني لأنه الآن يعني الحركة التي بدأت بغض النظر عن يعني هل تستمر بنفس الزخم أو تتغير، لكن بالتأكيد هي بداية لنهاية النظام الإيراني برمته في المنطقة، لأنها يعني هي البداية. وستنطلق وعندما تنطلق في الأيام أو تستمر هذه المظاهرة أو تنطلق من جديد في الأيام والفترات المقبلة، بالتأكيد هي يعني ستشكل نهاية النظام الإيراني داخليا وفي نفوذه وفي المنطقة. لذلك الآن أنه لا يمكن أنه النظام الإيراني يستطيع إقناع طفل في الداخل بأنه سياساته في المنطقة هي يرجع ربحها لصالح الشعب الإيراني أو الشعوب في إيران. الجميع في إيران هو مستاء من سياسات النظام الإيراني في المنطقة، هذا يعني
شاهدناه من خلال الهتافات لا لغزة ولا لبنان، روحي فداء إيران واتركوا سوريا واهتموا بشؤوننا، وحتى هتافات ضد روسيا وضد يعني سياسات النظام الإيراني الداخلية، بمعنى أنه المواطن وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يتراجع عنها بعدما فقد كل شيء، وهو بالتأكيد ليس فقط المواطن الإيراني على ما يبدو أستاذ حسن، ومن خلال متابعتنا لسير هذه التظاهرات وأيضا متابعتكم أستاذ نظير، يعني فيما تابعت القوات الأمنية الإيرانية بجميع مسمياتها كيف تعاملت مع التظاهرات؟ هل فقط المواطن الإيراني هو نادى بهذه الهتافات؟ الغريب في الانتفاضة الحالية الإيرانية هي مختلفة عن ما حدثت في 2009. التظاهرات الحالية شهدت ظهور مقاطع فيديو فيها أعضاء من الباسيج وأعضاء من الحرس الثوري الإيراني يحرقون هويات انتسابهم إلى تلك الأجهزة القمعية تضامنا مع المتظاهرين، وهذا يعني حدث خطير لم يكن مجرد أن يعني يتخيل أنه هذا يحدث في إيران. هذا النظام البوليسي الذي يعني يحكم بلاده بالحديد والنار، هذا تغيير كبير، وربما لو استمرت التظاهرات في زخمها سوف نشهد يعني انشقاق العديد من عناصر الأجهزة الأمنية الإيرانية، ولربما سيعمد النظام الإيراني على الاستعانة بالميليشيات الأجنبية لقمع شعبه. هذا ما يحدث. لكن لو نفكر بالموضوع بأمر آخر، وهو ما قيمة التظاهرات بالنسبة للمواطن العربي وبالذات. سنتحدث أستاذ نظير عن هذا الموضوع، ولكن اسمح لنا فقط أن نأخذ فاصل وضيف الكريم أستاذ حسن راضي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات الإيرانية وما مدى نجاحها في تغيير معادلات المنطقة. وبالعودة إليكم أستاذ نظير الكندوري، ذكرت نقطة مهمة وهي قضية المصلحة العرب من هذه التظاهرات. يعني العديد من المراقبين يرون أنه من المبكر الحديث عن إمكانية إسقاط النظام الإيراني من خلال هذه التظاهرات أو حتى الجزم بنجاحها، ولكن هذا ما نتابعه من خلال سير الأحداث والحراك في إيران. ماذا عن العرب، الدور العربي فيما يجري من إيران؟ يعني هل هناك نقاط ممكن أن يستثمرها من كان متضررا من إيران للاستفادة منها مستقبلا؟ يعني أتحدث عن هذا الموضوع بألم، لأن النظام الرسمي العربي لم يحرك ساكن في دعم هؤلاء المتظاهرين العزل أمام أعتى نظام دكتاتوري شهدته المنطقة وشهدته هذا الزمن. يعني ردود الفعل التي الرسمية من قبل الدول العربية، بالرغم من العداء الذي نراه في الإعلام على وسائل الإعلام، العداء المستحكم ما بين بعض الأنظمة العربية والنظام الإيراني، لكن عندما الشعب الإيراني قال قولته ورفض هذا النظام لم يتلقى دعم من تلك الأنظمة وحتى على المستوى الإعلامي. لكن أنا أقول إن 2018 ربما سيكون العام الذي ستبدأ فيه معادلة جديدة نتعامل معها، وهي أنه
عصر الشعوب وليس عصر الأنظمة ولا التيارات الحزبية. يجب أن تكون الشعوب قادرة على قول كلمتها، فكما الشعب الإيراني ثار أمام الدكتاتورية التي تحكمه وقال رأيه فيها وفي تدخلاتها في الدول العربية، يجب أيضا على الشعوب العربية أن تتخذ من الشعب الإيراني مثل أعلى وتثور على حكامها الذين يتسلطون بالقوة على شعوبها. ويعني هذا الأمر يجري في العراق وفي سوريا في لبنان. يجب أن مساندة للشعب الإيراني أن يتم الثورة على تلك المنظمات الإرهابية المتمثلة بالميليشيات التابعة لإيران. إنما بينما إذا جعل الشعب الإيراني لوحده يقارع هذا النظام فلربما لا يستطيع أمام جبروت هذا النظام وقسوته ودمويته، لكن عندما تنشغل كل أذناب وأطراف إيران بثورة حقيقية من قبل الشعوب ربما هذا يؤثر تأثير كبير على رأس الأخطبوط المتواجد في طهران. الشعب الإيراني إذا ردنا يعني في إيران حكومة مسالمة لا تعتدي ولا تتدخل بشؤون الآخرين، يجب على الشعوب العربية أن تقول كلمتها وترفض الأنظمة التابعة للنظام الإيراني. نعم. أستاذ حسن، ما هي مصلحة العرب مما يجري في إيران من وجهة نظرك؟ بطبيعة الحال يعني مصلحة كبيرة، لأن طالما أن النظام الإيراني هو نظام يعني إضافة على استبداده وقمعه للمواطن في الداخل الإيراني، ويعني الموقف الذي ينبغي أن يتخذه كل الشعوب وكل المسؤولين هو موقف إنساني تجاه ذلك القمع. هناك مصلحة سياسية أيضا تربط المنطقة العربية بهذا النظام، يعني بسقوط هذا النظام، لأنه هذا النظام يعني بنى يعني إيديولوجية وبنى سياسة خطيرة جدا تستهدف أمن جميع الدول العربية ولن تستثني أحدا. يعني ما فعلته إيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي في اليمن هو مخطط لجميع الدول العربية. لذلك أنا أعتقد مصلحة الأنظمة العربية والدول العربية أن تساند الانتفاضة والاحتجاجات الموجودة في إيران، لأنها مصلحة واحدة حتى تتخلص الشعوب في إيران وشعوب المنطقة والعالم من هذا النظام ومن الإرهاب ودعم الإرهاب، حيث هناك اتفاق يعني في جميع عند جميع الدول المنطقة وحتى دول كبرى أنه إيران حاضن الإرهاب. إذن ماذا تنتظر الدول من يعني هكذا نظام عندما يكون الآن هو أو على حافة السقوط نتيجة يعني انتفاضة شعبية كبيرة تقوم بها الشعوب في داخل إيران؟ اسمح لي أنا أوضح نقطة، ليس هناك شعب إيراني، هناك شعوب في إيران. صحيح أن هناك شعب فارسي، شعب عربي، وشعب بلوشي وكردي وتركماني، لكن لا يوجد شعب إيراني. وهذه التسمية جديدة أطلقت من أجل يعني أن الشعوب الأخرى أن تنصهر بالشعب الفارسي وتكون هناك ثقافة ولغة وشعب واحد، لكن ليس هناك شعب واحد ولا يوجد شعب إيراني في خارطة ما تسمى إيران. لذلك أنا أعتقد هناك مصلحة واستراتيجية يعني كبيرة جدا للدول العربية أن تساند الشعوب المنتفضة في إيران من أجل التخلص من نظام ديكتاتوري في الداخل مستبد قمعي وصدر الإرهاب والفتن واليعني والتخريب إلى المنطقة. فلذلك أنا أعتقد يعني صحيح أنه إذا حتى لا الدول العربية لم تتخذ موقفا مساندا للشعوب ونهضتها وانتفاضتها في الداخل، فهي الشعوب في الداخل بالتأكيد كفيلة في إسقاط النظام الإيراني، لكن بالتأكيد العامل الدولي والعامل الإيراني. هل تتوقع أن يعني ما استخدمه النظام الإيراني على مدى 38 سنة ولا سيما بعد احتلال العراق لنقل تحديدا يعني من نشر للطائفية في الدول العربية وغيرها، هل تعتقد بأن ما جرى في إيران من تظاهرات سيضع بداية الحد لهذا الأسلوب؟ أستاذ حسن، السؤال موجه لي عفوا. نعم لك أستاذ حسن. ممكن عاد السؤال لما انتبه. هذا الأسلوب أسلوب استخدام الطائفية في الدول المجاورة لإيران بعد هذه التظاهرات، هل ترى أن هذا الأسلوب سيستمر، هذا الأسلوب الإيراني؟
نعم بالتأكيد، لطالما النظام الإيراني باقي فكل أساليبه باقية، لأنه وجود النظام الإيراني واستمراريته وشرعيته من هذه الأسلوب الطائفي والتحريض على الأنظمة، يعني أيضا هو عائش النظام الإيراني على نقل الأزمات وتصدير الأزمات إلى الدول المجاورة. لو كانت يعني الدول المجاورة مستقرة وأيضا الشعوب في إيران أيضا تطالب بنفس الاستقرار وبنفس النمط الحياة التي تعيشها دول المنطقة، ولكن النظام الإيراني يحاول أن يجعل من كل دول المنطقة يعني دول فيها الخراب وفيها الفتنة وفيها الحروب، وينغل كل أزمات الداخلية إلى المنطقة. بالتأكيد هذه السياسات مرتبطة بالنهج النظام الإيراني وبجوهر النظام الإيراني وبالذات النظام الإيراني. وفي بداية الحديث أنا قلت النظام الإيراني غير قابل للإصلاح، ربما يغير من أسلوبه بشكل تكتيكي، لكن لطالما هذا النظام باقي فكل سياسات التخريبية والطائفية والتدميرية في المنطقة هي باقية معه. نعم أستاذ نظير، البعض يصف بأن لولا الغطاء الغربي لما كان للنظام الإيراني أن يفعل ما يفعل في المنطقة. إلى أي مدى ترى أو كيف تراقبون أنتم يعني تعاطي الغرب مع تظاهرات في إيران؟ يعني الأمر واضح وأنا نوهت على ذلك، أن الشعب الإيراني أو بالأصح كما صحح لنا الضيف الكريم الشعوب الإيرانية إذا ما شاءت أن تنال حريتها وتسقط هذا الدكتاتور يجب أن تستمر في تظاهراتها وتجعل هذا النظام ينكفى على مشاكل الداخلية، وبالتالي سوف لا يؤدي الدور الإقليمي الذي أعطته إياه الدول الكبرى يعني متمثلة في الولايات المتحدة أو شرقا روسيا. ولكن هم لديهم اتفاق مع الغرب. نعم، الآن في الإعلام أن هناك عداء مستحكم وهناك شيطان أكبر وشيطان أصغر، وهذه الأكاذيب التي يغررون فيها بسطاء العقول، لكن الاتفاقات هناك تحت الطاولة اتفاقات حقيقية، وأفضل مثال لذلك هو ما يحدث في العراق، لدرجة أن رئيس الوزراء في بغداد لا يجلس على كرسيه إلا بالاتفاق الإيراني الأمريكي. فهو هناك علاقة صميمية بين إيران وما بين الدول الغربية، لكن الدول الغربية هي دول تبحث عن مصالحها. إذا ما وصلت التظاهرات في يعني إيران أو حتى ساندتها الشعوب العربية في الخروج على هذا الأنظمة الموالية لإيران، ربما ستتوفر القناعة عند الدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دولة غربية، ستتوفر القناعة بأن هذا النظام عاجز على القيام بالدور المناط له من قبل تلك الدول، وبالتالي فهي سوف تزهد به ولربما ستكون فرصة مثالية لتغيير النظام. في أقل من دقيقة، هذه التظاهرات هل ستحدث تغييرات في المعادلة الإقليمية؟ يعني هذا من الصعب القول في نتيجة هذه التظاهرات. لماذا؟ في ظل هذا التعتيم الإعلامي، في ظل قطع الانترنت، قطع وسائل التواصل، المراقب لا يستطيع معرفة ما يحدث على حقيقته في إيران. لذلك من الصعب التكهن بنتائج تلك التظاهرات، ربما تستمر فترة أطول ولربما تصل إلى هدفها ولربما يعني يتم قمعها، لكن ما أحدثته من تغيير فقد حدث، وهناك تغيير لابد سيطرأ على النظام الإيراني، ليس حبا بهذا التغيير إنما رغما عنه، سوف يحاول أن يغير بعض التصرفات في المنطقة لإرضاء بعض الشرائح من الشعوب الإيرانية. نعم، هذا ما أرى. شكرا لك. في ختام هذه الحلقة أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. وأيضا شكرا لك أستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وشكر موصول للسيد حسن هاشميان المتخصص بالشأن الإيراني. في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.